السلام عليكم. هذه واحد الفكره الاخوان اللي محتاج ليها كاع الحرفيين، ولكن الغريب في الامر ان كاع الحرفيين تقريبا واحد 90% ديال الحرفيين ما كيصدقوش هذه الفكره هذه. كيف ما تنشوفوا هذا الصناعي هذا اولاد الحرفي تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك كيحضر هذا الكرتون الاخوان وكيتراسي عليه هذاك الديسك ديال الليمون من طبيعه الحال على هذا الشكل بحال ما هكا، يعني الديسك ديال المياه كيف ما تنشوفوا الاخوان كيتقبوا حتى هو من الوسط، يعني كيجي على شكل ديسك عادي وكيركبوا في ليمون الطريقه العاديه اللي تنعرفوا على هذا الشكل كيف ما تنشوفوا، تيزيروا بطبيعه الحال من بعد ما تيتقبلوا التقيبات ديالو تيزيروا بنفس الطريقه كيف ما تنشوفوا على هذا الشكل بحال ما هكايا، يعني واحد ديسك تيصوبوا ولكن غير من الكارطون. فكره راه سهله كيف ما تنشوفوا تيخدم الخدمه ديال الديسك ديال المياه. هنا كنشوفوا الاخوان انه كيحضر واحد الطرف ديال الخشب كيف ما تنشوفوا اولا واحد العصا، يعني كيف ما تنشوفوا ان هذا الكارطون هذا كيقدر انه يقطع لنا الخشب على هذا الشكل كيف ما تنشوفوا الاخوان. هذه الفكره الاخوان بزاف ديال الناس ما كيصدقوش هذه الفكره هذه، ولكن كنشوفوا بان في هذا الفيديو هذا راه خدامه وفعاله 100%، وكنشوفوا هذا الصناعي هذا تبارك الله عليه ما شاء الله اللهم بارك راه خدام بهذه الطريقه هذه وجربها معنا